إذا كنت مشترك في قناتي عشان فيديوهات التوب 10 أو التوب 5 في هذا الفيديو ما راح يهمك، انتظر الفيديو القادم أو اللي بعده راح يكون فيديو التوب 10 إن شاء الله. وإذا مشترك عشان الزومبي فيلا استمتع. بهالفيديو في كتير أخبار عن زومبيز بلاك أوبس كولد وور. نزل تحديث جديد اليوم لبلاك أوبس كولد وور للسيزن أو الموسم الأول، وفيه باتل باس جديد، وفي كتير أشياء جديدة للزومبي من بينها جيم مود جديد، وفي جيم مود ثاني للزومبي شكله جدا رهيب راح ينزل مع منتصف السيزن. فبهالفيديو راح أذكر كل الأشياء الجديدة في الزومبي مع الموسم الأول بشكل جدا مختصر وسريع، وبعدين باقي الفيديو راح نتكلم عن ماب الزومبي القادم واللي هو ماب الفيتنام راح ينزل مع السيزن أو الموسم الثاني، وعنا كتير معلومات رهيبة عن الماب راح أذكرها بهالفيديو، معلومات بتخبرنا عن قصة الماب عن أحداث الماب وكل شيء. ففيديو رهيب أتمنى تستمتعوا فيه. يلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه شركه جيجا بايت. جيجا بايت نزلوا شاشه جديده اللي هي G27FC، وهي تعتبر من افضل البادجت مونيتور او الشاشات اللي سعرها رخيص اللي موجوده حاليا بالسوق. صار لي عم استعمل الشاشه شهرين تقريبا على البلاي ستيشن 5 وجدا مبسوط فيها. وعلى سيره البلاي ستيشن 5، لو دفعت كل فلوسك على البلاي ستيشن 5 وما عندك شاشه تدعم فوق ال 120 هرتز فما راح تحس بالبلاي ستيشن 5 ابدا. هاي الشاشه سعرها $250 فقط، اي نصف سعر البلاي ستيشن 5، وتدعم ريزولوشن فول اتش دي 1080p و 165 هرتز او ريفرش ريت. فالشاشه راح تعطيك الفريمات عاليه اللي بيطلعها البلاي ستيشن 5، بس مثل ما حكيت الشاشه فول اتش دي وليست 4K. البلاي ستيشن 5 بيعطيك 4K بس اذا راح تلعب العاب نفس كول اوف ديوتي، العاب الشوتر بشكل عام، فهذا الشيء ما راح يفرق معك بشكل جدا كبير، لانه اصلا مع العاب الشوتر راح تحتاج شاشه صغيره نفس الحجم 27 انش، ومع الشاشات الصغيره ال 4K ما هو جدا مهم، واصلا صعب تلاقي شاشه بهالحجم وتدعم 4K. سرعه الاستجابه بالشاشه 1ms او 1 جزء من الثانيه، مره ثانيه مناسبه لالعاب الشوتر. الشاشه كيرف او منحنيه بانحناء 500R VA panel، والشاشة فيها كتير مزايا نفس الفري سينك والادابتف سينك، فيها البلاك اكوالايزر، جيم اسيست اللي بيساعدك بالعاب الشوتر بشكل جدا كبير، والشاشة بتحجب الضوء الازرق او البلو لايت المضر بالعيون، فهذا شيء جدا مناسب، وبيجي معاها ستاند بيخليك تتحكم بالانحناء على راحتك، وفيها فتحتين HDMI وفتحة ديسبلاي بورت للبي سي، واخيرا الشاشة فيها سماعات او سبيكر، وهذا شيء جدا نادر نشوفه بمعظم شاشات الجيمنج. فمرة ثانية الشاشة ما هي خارقة بس جدا مناسبة بالنسبة لسعرها اللي هو $250. فإذا بدك معلومات أكثر عن الشاشة شيك أول لينك موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. مثل ما تكلمت في بداية الفيديو ما في ماب جديد مع السيزون الأول للأسف. الماب الجديد اللي هو ماب الفيتنام راح نشوفه مع السيزون الثاني، وراح أتكلم على الماب بالتفصيل بعد شوي. بس راح يكون عنا طورين جدد للزومبي. الطور الأول اللي اسمه جينجل هيلز خلاص نزل موجود حاليا، يمديكم تروحوا وتلعبوه، وإن شاء الله راح أفتح بث مباشر اليوم أو بكرة نجرب فيه الطور على قناتي الثانية، رابط القناة فوق على اليمين أو على اليسار، روح اشترك فيها. إذا ما لعبت الطور إلى الآن وما عندك فكرة عنه، فهو ماب دي ماشين نفسه بس مغيرين اجواء الماب بالكامل للكريسماس، فراح تلاقي زينه الكريسماس موجوده في كل مكان في الماب، وعندك رجال ثلج او سنومان منتشرين. رجال الثلج هدول نفس الحفرات اللي موجودين بماب اورجنز، روح اضغط عليهم مربع يا ما هيطلع لك زومبي يا ما راح يطلع لك باور اب او سلاح. وعندك كرات ثلج لو قتلت فيها زومبي راح ينزل لك هديه، لما تفتح الهديه راح يعطيك يا اما شيء عادي نفس قنبله او باور اب، او يعطيك سلاح الماب او حتى الريجن. وحاليا الكلاب عليهم قرون غزلان، والوحش الميغاتون لابس طاقيه الكريسماس وبيجيك على عربه مثل شايفين شكله جدا خرافي، بيجيك هيك من فوق وبينزل عليك. فهالجيم مود موجود حاليا وفيكم تجربوه، وكمان ضافوا اسلحه جديده على الزومبي لانه نزل باتل باس جديد، والباتل باس فيه اسلحه جديده، وهالاسلحه راح تنضاف على الزومبي بشكل مجاني، ما في داعي تشتري الباتل باس. بس بحال قررت انك تشتري الباتل باس فاتمنى لا تنسى تستعمل كود الدعم حقي اللي هو BKK مثل ما شايفينه قدامكم، وبعدين سوي سكرين شوت وتعلي على تويتر او على انستغرام وراح اسوي لك ريتويت. وغير الاسلحه الجديده حاليا عندنا تحديات يوميه واسبوعيه بالزومبي، لو حليتها بيعطوك اشياء متنوعة. وضافوا كل ستريك جديد للزومبي من المالتي بلاير اللي هو الكروز ميسل، وجدا قوي ومتمني مع كل سيزون يضيفوا كل ستريك جديد. طيب كل الاشياء اللي ذكرتها اشياء نزلت وموجوده حاليا وفيكم تجربوها، بس خلينا نتكلم على الشيء اللي راح يجي بمنتصف السيزون اللي هو جيم مود جديد باسم كرانك. بصراحه جدا متحمس لهالجيم مود. جيم مود كرانك كان موجود بالمالتي بلاير بمودر وورفير، وبكل بساطه كان انه بس تذبح اي واحد راح يشتغل عندك عداد مدته 30 ثانيه، لازم تذبح واحد قبل لا ينتهي الوقت، ولو انتهى الوقت راح تنفجر وتموت.
تموت، بس لما تذبح واحد راح يعطوك كل البركات وتصير جدا خارق. ورجونا مقتطفات بسيطة عن الجيم مود ونفس الفكرة بالضبط بس بالزومبي. مجرد ما تذبح زومبي واحد راح يشتغل عندك عداد ولازم تذبح اللي بعده ب 30 ثانية وإلا راح تموت. بصراحة فكرة جدا حلوة وجدا متحمس عليها، ومتأكد كتير الناس راح يتفننوا بهالجيم مود. نفس الشخص اللي راح يحاول يوصل راوند 100 مع هالجيم مود راح يكون جدا صعب، أو الناس اللي راح يحلوا لغز الماب راح يكون جدا صعب، لأنه ما يمديك تخلي آخر زومبي، لازم تسوي كل الخطوات مع الزومبي لأنه معك 30 ثانية وتموت إذا ما ذبحت زومبي. فصراحة متحمس على هالجيم مود أكثر بكتير من جيم مود كريسمس اللي نزل، وإن شاء الله ما يتأخر، يعني أسبوع 3 أسابيع أو شهر بالكتير يكون نازل. وهذا كل شيء راح يجي للزومبي مع الموسم الأول. مطور الزومبي الجديد قالنا إنه ماب الزومبي القادم راح ينزل مع الموسم الثاني، وقال إنه في كتير ألغاز وشيفرات سرية بماب الزومبي دي ماشين. اللاعبين لو قرأوها راح يعرفوا كتير معلومات عن ماب الزومبي القادم، وفعلا كلامه صحيح. So recently we've added additional intel into دي ماشينا for players to discover. You might find a hint of what's to come at the start of season 2. We will be bringing you a brand new map at the start, which is going to be a lot of fun. طبعا عندنا كثير معلومات عن الزومبي، مو بس عن ماب الزومبي القادم، لا عندنا معلومات عن المابات كلها اللي جايه بالمستقبل، بس بهالفيديو ما راح اتكلم عنهم، راح اخليهم لفيديو ثاني. بهالفيديو راح نتكلم عن الماب القادم اللي هو ماب الفيتنام. الماب كان متسرب من قبل ما تنزل اللعبه اصلا، وكان اسمه فاير بيس زد او فاير بيس زومبي، ممكن يضل نفس الاسم او ممكن يتغير. والماب راح ينزل مع الموسم الثاني وبالذات بشهر 2، والحين راح تعرفوا ليش. وقت تسوي تحديات بمحطه التحديات بماب دي ماشين احيانا ما بيعطوك جائزه بل بيعطوك انتل. الانتل ممكن يكون شيء كتابي او ممكن راديو. ومن احد الراديوهات بنسمع شخص اسمه كيوتا، بنسمع صوت هالشخص خايف جدا وهو محبوس جوا الدارك ايثر وقاعد يحاول يطلع ويرجع للعالم الحقيقي. Can anyone hear me? I do not know how long I have been here. There are no days to count. Only an endless twilight. Like a dream that keeps shifting whenever I try to focus on it. وقاعد يحاول يهرب من الدارك ايثر عن طريق فتحة انوملي. فتحات الانوملي هي نفسها بنشوفها بدي ماشين، الدائرات اللي لونها بنفسجي اللي تدخلك على الدارك ايثر، هي اسمها انوملي. وبقصة الزومبي الجديدة بنعرف انه في فتحات انوملي عم تنتشر بكل مكان بالعالم بعد التجارب اللي عملوها فرقة اوميجا. ان شاء الله وعد قريبا راح اشرح قصة الزومبي وتفهموا هالكلام كله. فنحن بماب دي ماشين شفنا احد فتحات الانوملي وفعلا تحولنا للدارك ايثر، وهذاك الشخص كيوتا محبوس بالدارك ايثر من قبل ما تنتشر فتحات الانوملي. يعني هداك الشخص محبوس من زمان، واحتمال يكون شخص عادي موجود باحد العوالم. ونحن لما حلينا لغز تاجدر انتوتن ببلاك اوف 4 وودينا كل شيء على الدارك ايثر، هو انتقل معهم للدارك ايثر وانحبس هناك. وحاليا بعد تجارب فرقه اوميجا وانتشار فتحات الانوملي بالعالم، هذا الشخص عم يحاول يطلع من احد فتحات الانوملي هي ويرجع للعالم الحقيقي. المهم احد الانتلات اللي مجمعها من ماب دي ماشين هي عباره عن ورقه كاتبها هذا الشخص، وكاتب فوق اليوم رقم 937، انه حاليا صار له 937 يوم محبوس جوا الدارك ايثر. وكتب بالورقه انه اليوم حاول يدخل بفتحه الانوملي ويطلع بس ما قدر، بس قدر يشوف الجهه الثانيه من العالم عن طريق الفتحه، وشاف مدينه او بلد كانها بجنوب اسيا. وشو احد اشهر البلدان الموجوده بجنوب اسيا؟ الفيتنام. بعدين بنلاقي ورقه ثانيه في ماب دي ماشين مكتوب عليها اليوم 1108، وكتب انه كمان اليوم حاول يدخل بفتحات الانوملي ويطلع من الدارك ايثر بس ما قدر، بس هالمره قدر يشوف مثل غابه واشجار، وقدر يشوف فيليج او قريه بسيط. ومره ثانيه هذا تاكيد عن الفيتنام، الفيتنام مليانه غابات واشجار وقرى صغيره. طيب والشيء الثاني اللي باكد لنا انه الماب القادم راح يكون بالفيتنام، كاتسين البدايه اللي شفناه اللي شفنا فيه سامانثا وويفر. ويفر بيكون جالس على الكرسي وقدامه اربع شاشات، كل شاشه من الشاشات فيها خريطه منطقه بالعالم. احد الشاشات فيها منطقه موراسكو ببولندا، وين طلع ماب دي ماشين؟ طلع بولندا. وللعلم لما نزل ماب الزومبي والكاتسين ما كان عندنا اي فكره انه اول ماب زومبي راح يكون ببولندا، بس نزل الماب اكتشفنا انه فعلا بولندا، لانه اول ما تبدا بيكتبوا لك تحت. على اكثر هالاماكن بالعالم الموجوده على الخريطه هي اماكن فيها فتحات انوملي عم تنتشر بالعالم، وبالتالي مابات زومبي. في احد الاماكن برلين المانيا، ماب كينو دير توتن راح نتكلم عنها بعدين، واحد الاماكن موجوده بالفيتنام مثل ما شايفين، وبالضبط بمحطه عسكريه اسمها كيسان كومبات بيس. وقبل تنزل بلاك اوف كولد وور كان في موقع بونتيك بون كانوا يحلوا فيه الغاز عشان يشوفوا معلومات عن اللعبه، و
وشفنا كثير صور لاماكن بالفيتنام، وهالصور ما شفناها لا بطول القصه ولا بالمالتي بلاير. لعبنا بالقصه بالفيتنام مثل ما شايفين الجيم بلاي حاليا، بس هالصور بالضبط ما شفناها بمهمه الفيتنام الموجوده بطول القصه. وعلى سيره مهمه الفيتنام بطول القصه، فبهديك المهمه من قاتل زومبي فعليا بنكون بالفيتنام، بننزل بتحت الانفاق تحت الارض مكان كله عتمه، وبيعطونا مسدس البدايه الام 1911 تبع الزومبي، وبصيروا يهجموا علينا الزومبي من كل مكان، وبس نموت بنسمع نغمه الجيم اوفر المشهوره. هتاكل ماب الزومبي الفيتنام اللي راح ينزل. نغمه الجيم اوفر. Stop lying, Bill. Start again. إذا لعبت طول القصة رح تعرف إنه شخصيتك كان عم يحلم وعم يهلوس وعم يشوف زومبي، بس هم غير موجودين، فقط هلوسة. وفي تسريب إنه ماب الزومبي القادم رح يكون شينونوما، بس لا تخاف ما رح يكون نفس الماب، رح يكون نفس ماب دي ماشين. دي ماشين حطولنا ناخد ديران توتن، وكانت فقط جزء من الماب اللي هي غرفة البداية، وبعدين الماب كامل جديد. ففي تسريب إنه الماب القادم رح يكون شينونوما، فقط غرفة البداية وبعدين ماب كامل جديد. ممكن حد يقول طيب ماب شينونوما باليابان والماب القادم بالفيتنام، كيف هالشيء صار؟ عادي، ماب ناخد ديران توتن كان بالمانيا وحاليا شفناه ببولندا، فواضح انه بالعالم الجديد اللي عم نشوفه حاليا بعض الاماكن متغيره من بلد لبلد. وعلى سيره شينونوما، فبطول القصه باحد مهمات الفيتنام احد الاشخاص قدر انه يسوي جليتش ويطلع برا الماب، وشاف مكان برا الماب ماخوذ من ماب شينونوما بالحرف، كان مكتوب عليه دكتور كوارتر او منطقه الدكاتره اللوحه، وبالضبط هالمنطقه مع الباب بنشوفها بماب شينونوما. فتسريب انه ماب الزومبي القادم راح يكون بدايته شينونوما صار شبه مؤكد. طيب، وحاليا عندنا كلام دسم بيحكي لنا معلومات اكثر عن قصه الماب القادم وقصه الزومبي بشكل عام. مثل ما بتعرفوا في طور زومبي اسمه اونسلوت حصر للبلاي ستيشن، واللي هو انه بتلعب زومبي بمابات المالتي بلاير، وبهذاك الطور كمان في معلومات او انتل بتجمعها كل ما توصل راوند اعلى. واحد الاشخاص اكتشف ورقتين بيعطونا معلومات جدا مهمه عن ماب الزومبي القادم. الورقه مثل ما شايفينها قدامكم مكتوبه من مجموعه اوميجا اللي هم المجموعه الشريره بقصه الزومبي، والتاريخ على الورقه هو 4 ايام بعد احداث دي ماشين، فيعني المكتوب بالورقه صار بعد ما حلينا لغز دي ماشين. المكتوب بالورقه اولا بدايه شهر نوفمبر عمليه اندرتيك انتهت، فتحات الانوملي او فتحات الدارك ايثر انتشرت بكل انحاء العالم، واحد فتحات الدارك ايثر انوجدت بمنطقه هونغ ها بمدينه كوانغ تري بالفيتنام. بعدين ثانيا تاريخ 8 نوفمبر اي بعد اسبوع، ضابط روسي سوفيتي اسمه شيبركوف اتفق مع ضابط فيتنامي باسم فان فانغ دونغ، اتفق معه انه يفتحوا مقر للكي جي بي او الاستخبارات الروسيه بجانب فتحه الدارك ايثر اللي اكتشفوها بالفيتنام. تاريخ 9 نوفمبر اي بعد بيوم اجت الموافقه على انشاء البناء لفرقه اوميجا جروب. تاريخ 11 نوفمبر اي بعد يومين تم بدء بناء المقر لفريق اوميجا جروب والكي جي بي. بعدين في انتل ثاني وورقه ثانيه بعنوان ميشن ستيتس واللي هي التحديث او شو اللي صار على الموضوع، مكتوب انه نشروا خبر بالمدينه انه اكتشفوا سلاح كيميائي تابع للسي اي اي او الحكومه الامريكيه بهداك المكان، عشان كذا عم يبنوا مقر للكي جي بي عشان يحموا الشعب من السلاح الكيميائي، وهي كلها كذبه، فقط كذبه نشروها عشان يغطوا على خبر انتشار فتحات الدارك ايثر، والشعب هنيك صدق الكذبه. ما بنعرف شو اللي عم يسووه بالمقر لانه محجوب مثل ما شايفين، بس كتبوا بالورقه انه عم يطلبوا بعض المتطوعين ليعملوا عليهم بعض التجارب، واخر شيء كاتبين انه متوقعين ينتهوا من البناء بتاريخ 15 فبراير او 15/2، فعشان كذا الناس متوقعين انه ماب الزومبي رح ينزل بتاريخ 15/2 اللي هو قريب من نزول اول ماب دي ال سي زومبي ببلاك اوب 3 دي رايس اند راخ، كان ب 2/2 يعني اظن بيناتهم اسبوعين تقريبا. وبنفس الورقه مكتوب فوق كلمه اوبيراتسيا، اوبيراتسيا كلمه روسيه معناها بالانجليزي اوبريشن وبالعربي عمليه. طيب ليش مهمه كلمه اوبيراتسيا؟ لانه في شفره سريه بماب دي ماشين لما نحلها بيطلع لنا كلمة أوبيراتسيا مرة ثانية. بالشفرة مكتوب attention K أو يرجى الانتباه K. K هو اختصار لاسم شخص ما بدهم يكتبوا اسمه بالكامل، فمكتوب يرجى الانتباه K للشخص P، في شخص ثاني باسم P أو أول حرف من اسمه P، الشخص P وافق على بدء العملية. تمت الموافقة على الموقع لبدء عملية أوبيرانسيا إنفيرسا اللي هي بالروسي لما نترجمها للإنجليزي Operation Inversion، وهذا اسم العملية بماب الزومبي القادم. شكله مع كل ماب زومبي رح يكون له اسم عملية خاصة، لأنه ماب دي ماشين اسم العملية فيه كانت Operation End Station. المهم كمل وكتب بالورقة بعد الانتهاء من المبنى طبيعة الحروب رح تتغير،
any mission, any time, any place. طبيعة الحروب راح تتغير في أي مهمة وأي زمان وأي مكان. فجدا واضح قصده إنه راح يسوي تجارب بهالمبنى عن فتحة الدارك إيثر راح تغير الحروب بالكامل. فبالتالي راح تصنع زومبي أو سفر عبر الزمن أو شيء راح يخلي الحروب غير طبيعية. فأنه مجموعة أوميجا الروسية عم تسوي تجارب بالدارك إيثر لتنتصر على أمريكا بالحرب. وأصلا كذا بدأت قصة الزومبي الأصلية. مجموعة 935 بقيادة دكتور ماكسس وركتوفن عم يعملوا تجارب لينتصروا بالحرب العالمية الثانية وأدت إلى زومبي وسفر عبر الزمن وهالكلام كله. فشكله القصة حاليا نفس المبدأ بس مع الروسيين. فيا شباب، هاي كل المعلومات اللي نعرفها عن ماب الزومبي القادم. مثل ما وعدتكم إن شاء الله قريبا رح أنزل فيديو شرح قصة الزومبي الجزء الثاني، تفهموا شو اللي صار ببلاك أوبس 4، وبعدها على طول بنفس الأسبوع شرح قصة الزومبي بكولد وور. وبإذن الله قبل نهاية الشهر رح أنزل الفيديوهين عشان ينزل ماب الزومبي القادم وتكونوا فاهمين القصة بالكامل. ومثل ما قلت لكم في كتير معلومات عن ماب كينو دير توتن ديريس ومابات تانية رح ترجع، بس ما رح ترجع مثل ما هي، رح ترجع نفس ماب دي ماشين وشينو نوما اللي هو فقط منطقة وبعدين ماب جديد. وصراحة ما أظن حد منا عنده مانع مع هالشيء. فأي أتمنى تدعم الفيديو بزر اللايك لو شفت دعم جدا كبير. ان شاء الله راح اكمل وننزل محتوى زومبي اكتر واكتر. وبس، كان معكم شركيال بشركة كيش كوم ديهات تاني. ان شاء الله، مع السلامة.